بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو السابع في نظام إنذار الحريق. هو الفيديو السابق فصل فضاع مننا شوية بيانات واحنا بنشرح، فهنكمل في الدرس ده. تاني كنا بنتكلم عن مقايسة فيها قيم، فيها توصيف للأجهزة الموجودة. كنا اتكلمنا هنا، قلنا في لوحة فيها 8 لوب، وكل لوب بيشيل 159 ديتكتور زائد 159 موديول مع بطاريات بتشتغل لغاية 8 ساعات. وشوفنا هنا بعديها نتورك كوميونيكيشن موديول، موديول خاص بالاتصال اللي بيربط لوحة بالتانية. اتكلمنا عن النتورك كوميونيكيشن ده قبل كده. ريبيتر بانل، دي لوحة تكرارية، 6 امبير 240 فولت اي سي ريموت شارج، شارجر باور سبلاي، ده الباور سبلاي اللي بيشحن البطاريات، بيخرج 6 امبير وهو بيشتغل على 240 فولت اي سي. بعد كده كونفنشنال مانيوال ستيشن، ده كاسر من النوع الكونفنشنال ما فيهوش ادرس. بعد كده الارم هورن ستروب ويذر بروف، تمام، ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن سرينة وفيها فلاشر، مع فلاشر من النوع ويذر بروف ضد المية، بتتحط بره، يبقى الاي بي بتاعها 65. ادريسبل مانيوال ستيشن، يعني ده كاسر، مانيوال ستيشن كاسر من النوع الادريسبل، مع الباك بوكس بتاعه، مع العلبة اللي بيركب عليها الكاسر زي ما شفناها في النظري. الارم هورن مع ستروب، ده سرينة عادية لكن مش وزر بروف، سرينة مع فلاشر مش وزر بروف، بيبقى الاي بي بتاعها 20. ادريسبل سموك ديتكتور، ده سموك ديتكتور من نوع المعنون ادريسبل، مع ستاندر بيز، مع القاعدة، قاعدة عادية. ستاندر بيز يعني ايه؟ يعني دي قاعدة لكن ما فيهاش ايزوليتر. في نوع بيجي مع بيز ايزوليتر، بيبقى ادريسبل سموك ديتكتور بيز از بيز ايزوليتر، لكن النوع ده ستاندر بيز، يعني قاعده عاديه فيها الادريسبل بتاعها، الادريس بتاعها اقدر احط، لكن مش بتعمل شورت سيركت ايزوليتر. بعديه ادريسبل هيت ديتكتور مع الستاندر بيز. بعد كده ادريسبل كنترول موديول، كنترول موديول من النوع المعنون. بعد كده ادريسبل مونيتور موديول، مونيتور موديول من النوع المعنون، طبعا ده العدد بتاعهم. ادريسبل ايزوليتور موديول، ده عشان احنا استخدمنا القاعده بتاعه الحساسات مش ايزوليتر، فبالتالي لازم اجيب ايزوليتور موديول كل 10 جهاز. بعد كده ادريسبل بيم ديتكتور، ده بيم ديتكتور يشتغل على 100 متر. ادريسبل هو بيبقى كونفنشنال في بعضه، لكن الادريسبل بتاعه اللي هي اللوحه اللي بتتربط مع اللوبه. لينير هيت ديتكتور، ده اتكلمنا عنه وقلنا هو بالمتر، بيجي مونيتور موديول وكابل، الكابل ده بالمتر، هنلاقي هنا 250 متر، مع ال 250 متر طلب الراجل مونيتور موديول. فاير الارم كيبل، وده الكابل فاير من النوع فاير ريتاردنت، تمام، كبر واير 2 × 1.5 مليمتر سكوير، الاستيميتد بتاعته 5200 متر، تمام. فاير ريتاردنت اي ام تي كوندويت 16 ملي، يعني الكابل ده هيتحط مع اي ام تي، مع ماسوره اي ام تي معدنيه ضد مقاومه للحريق، الديامتر بتاعها 16 مليمتر. في الاخر الكوميونيكيشن الكوميشننج بروجرامينج اند ستارت اب، يعني التركيب هنا البرمجه والتشغيل بيبقى له قيمه في المقايسه. وبكده خلصنا واتكلمنا حتى عن المقايسه الخاصه بالفاير الارم. ان شاء الله نكون وفينا الفاير الارم حقه. هو اكيد ما ذكرناش كل حاجه في الفاير الارم لانه هو ضخم جدا، لكن ذكرنا معظم الحاجات اللي هتمر مع اي شخص ان شاء الله في التصميم او حتى في الموقع من نظام انذار الحريق. هنتكلم في العملي، ولو في حاجه فاتتنا ان شاء الله هنستكملها في العملي. خلوكم معنا وبالتوفيق للجميع.